ما ابو تغرير لو كان متربي وما كانش بيقصد بقسم القسم اللي بيتهزله 7 سماوات وبيتهزله عرش ربنا، لو كان ربى بنته كويس ما كانش طلعت كده. وباتفاقهم واثناء حوارهم اللي فات وهي عماله تهز راسها وهو يقول اقسم بالله وعمال يتلجلج في الكلام مش عارف يتكلم، كلام ما كانش حق زي السيف يمشي على رقبه اي حد يبقى ما يتقالش. اتغير ليه؟ استعطف الجمهور، محدش هيقف جنبك، كل الناس عارفه ان انت مدانه، في حكم صدر ضدك في المحكمه ب3 سنين سجن. دلوقتي عبد المنعم هرب بره مصر، هي عارفه مين اب الاولاد دول، هي عارفه. ليه ما تعترفش؟ ليه ما تضحيش بنفسها في سبيل ان هي تامن مستقبل الاولاد اللي مستقبلهم متدمر حاليا؟ الكذب ملهوش رجلين يا ساده. تغريد طلعت قالت كلام في البدايه والكلام كله اتغير في النهايه لما مسكته، بس بينكر ان الولاد ولاده. ما احنا مش بنلعب، احنا مش بنلعب، مش تغريد تختفي وعبد المنعم يظهر وتغريد تظهر وعبد المنعم يختفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة مع محمد سيف الدين، وهندخل على الموضوع وبدون أي مقدمات. عايز تعمل لايك اعمل لايك، مش عايز تعمل لايك ما تعملش، واكتب التعليق اللي يريحك وأنا بسيب كل التعليقات وبرد عليها. وفي البداية وقبل ما أتكلم نص كلمة، الناس اللي بتكتب لي في التعليقات اتقي ربنا، اتقوا الناس وصروا الناس، مش عاجبك روح خد الأولاد أولاد تغريد واكتبهم باسمك. لما أكون غلطان، لما أكون غلطان واغلط مرة واثنين وثلاثة وعشرة وربنا ساترها عليا، فما جيش لما اتفضح ازعل، لان انا وقتها مش هكون ادركت نعمة ربنا بالستر عليا. وبالنسبة للناس اللي بتقول انتوا شفتوا حاجة علشان تطلعوا وتتكلموا، هقولك محمد الهادي مسك تغريد وعبد المنعم متلبسين وقال انا شفتهم لكنه انكر نسب الاطفال. بس انا حكمي طالع، اتهامي موجه للاثنين، حتى هو نفس المتهم اعترف لما مسكته، بس بينكر ان الولاد ولاده. لما مسكته بس بينكر ان الولاد ولاده. وبالنسبه برضو كان في احد المتابعين كان كاتب لي اخرس يا ولد، الصدمه كانت كبيره عليها. كبيره على مين يا عم الحاج؟ الصدمه كبيره على مين؟ واحده متهمه في قضيه زنا ومحكوم عليها ب3 سنين وبتقول لي اصلها من الصدمه. لو انت مش عاجبك رجع الحق لاصحابه، لو انت مش عاجبك اكتب الاولاد دول باسمك، الاولاد اللي احنا مش عارفين مصيرهم لحد دلوقتي. امهم تغريد، ام عين واسع زي ما قال الاستاذ احمد وجيه، هي اللي عامله ده كله في الاولاد، هي اللي عامله ده كله في الاولاد، هي عارفه مين اب الاولاد دول، هي عارفاه. ليه ما تعترفش؟ ليه ما تضحيش بنفسها في سبيل ان هي تامن مستقبل الاولاد اللي مستقبلهم متدمر حاليا؟ رد عليهم واقول لهم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. يعني خلاص، واحد مظلوم، واحد مظلوم وعايز يرجع حقه، وانت مش هترجحه له ليه؟ انت مش هترجحه له ليه؟ علشان الناس ما تبقاش تهاجم بعد كده. عبد المنعم حاليا هرب لليبيا، حضرتك تقدر ترجعه؟ الناس اللي طالعه بتنتقد حضرتك تقدر ترجعه؟ بدل ما حضرتك بتنتقد رجع الحق لاصحابه، لو انت تعرف ترجع الحق لاصحابه اطلع رجعه، وخلي الناس اليوتيوبرز اللي بيطلعوا دول كلهم يتكلموا يسكتوا، هي كده كده هيسكتوا، مرضيه هتكون خلصانه. احنا كل ده بنحارب علشان الاطفال. محمد الهادي هو كده كده محمد الهادي قال انا حقي هاخده، سواء في الدنيا هاخده ما خدتوش في الدنيا انا هاخده قدام ربنا. وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، كل كلمه وكل حرف كل واحد هيتحاسب عنه. واللي يثبت لك الكلام ده ان الكلام اللي قاله محمد الهادي في بدايه القضيه زي اللي قاله محمد الهادي في نص القضيه، زي اللي محمد الهادي لسه بيقوله لحد النهارده، ما بيسقطش كلام وما بيغيرش كلام. مش تغريد
قالت في الاول ان محمد ديوس ومحمد بتاع مخدرات ومحمد مزور، رشا الشرطه ورشا القضاء ورشا الطب الشرعي وعمال يرشي اي حد دلوقتي محمد الهادي بيكلمه بيرشيه. وفي بعض الناس بتقول ان اليوتيوبرز اللي بيطلعوا يتكلموا دول هما مرتشين من محمد الهادي. محمد الهادي هيسد على مين ولا على مين؟ محمد الهادي هيدفع لمين ولا لمين؟ الرق كله على تغريد. قالت الكلام ده كله في الاول، وعلى ما عملت اللقاء مع الاستاذ هشام ابراهيم قالت احنا كنا واخدين عن بعض عن قصه حب والدنيا كلها حب، وقلبت بحلقه رومانسيه، قلبت بحلقه رومانسيه وكان مفيش اي حاجه في القضيه. دلوقتي عبد المنعم هرب بره مصر، وزي ما قال الاستاذ احمد وجيه ان هو بيتوقع، وانا بضم صوت لصوته وبقول لكم ان انا متوقع ان هي تهرب بره مصر. اشمعنى تغريد ما ظهرتش الا لما تم تأييد الحكم ضد عبد المنعم؟ هي ظهرت وعبد المنعم اختفى. حد يفهم اللعبة؟ حد عارف الدنيا فيها ايه؟ والناس اللي عمالة تهبد بقى، الناس اللي عمالة تهبد، كل امتي معاف الا المجاهرين، سيدنا النبي قال كده، كل امتي معاف الا المجاهرين، المجاهرين بالمعصية اللي ربنا سترها على الشخص، اللي ربنا سترها على الشخص اكتر من مرة، وهو ما حسش ولا مرة ان ربنا انعم عليه نعمة غير يتمناها، لكن ربنا اراد ليها الفضيحة، والفضيحة هنا انها تكون من حكمة ربنا. حكمة ربنا ازاي؟ علشان تبين خدعة الشخص ده للناس اللي حواليه، او علشان الشخص ده يرجع ويتوب ويستغفر لربنا، او يعجل عقوبة الشخص ده علشان يكون عقابه اخف في الاخرة، او لعلهم يرجعون الى الله. وطبعا في احكام تانية من حكمة ربنا احنا اكيد ما نعرفهاش. لما ربنا سترها عليا مرة واثنين وثلاثة وعشرة وانا مصر وعندي استمرار في المعصية اللي انا بعصيها لربنا وتسموها فضيحة وستر عورات المسلمين، طب عماش سترنا عورات المسلمين، قال محمد الهادي كان هيرجع له حقه؟ كنت انت هتطالب بحقه؟ اي حد من الناس اللي بتتكلم وبتدعي الاتقاء وبتدعي الدين، هل انت كنت هترجع له حقه؟ ربنا قالها في القرآن، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. يا ريت نعرف معنى الايه دي كويس. ما ينفعش ان انت تجاهر او تطلع اي حاجه من جواك الا لو انت مظلوم فعلا، طلع بقى وخرج لهو عشان تقدر ترجع حقك. المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف، والناس اللي بتتكلم باسم الدين اتمنى ان يكون في مواجهه بيني وبينهم وانا هعرف انا ارد عليهم كويس. وقريب جدا ان شاء الله يكون في بث مباشر على القناه، لكن في اجراء بعض التعديلات على القناه، ان شاء الله هطلع في بث مباشر وهجاوب على كل الاسئله اللي حضراتكم هتسالوها، حتى لو كان في حد بيشتمني انا هسيبه يشتمني وبرضه هرد عليه بالتي هي احسن. والناس اللي طالعه كفايه تتكلموا في عرض تغريد، كفايه تتكلموا بشرف تغريد. طب ما تغريد لو كان عندها عرض ولا كان عندها شرف كانت صانت جوزها، كانت صانت جوزها وحافظت على اولادها، وبعد كل اللي حصل ده لو عندها شرف ولا عندها عرض ولا ابوها رباها كانت قالت مين هو الاب للاولاد دول، الاب اللي هي ساكته وهي الشريكه الاولى في تدمير مستقبل الاولاد. هي لو عندها عرض وعندها شرف زي ما حضراتكم بتقولوا كانت اعترفت بالكلام ده كله، وضياع حق الاطفال دول مين اللي هيتحاسب عنه؟ مش تغريده تتحاسب عنه؟ وللاسف الواحد برضه بيكون محشور كلام جواه وبرضه في حته زياده في لسانه لازم برضه بيطلع ويتكلم على كل الحاجات اللي بتحصل دي والناس اللي عماله تكتب تعليقات. ومن ضمن الناس دي واحد بيكتب في التعليقات انت شكلك بتاخد بقشيش عشان تتكلم الكلمتين دول. يا عم باخد بقشيش وباخد بقشيش، لو انا هاخد بقشيش عشان اطلع اقول الحق فانا باخد بقشيش عادي مفيش اي مشاكل، بس مش عايش ده الدول بقى كده واتكلم في الباطل وغني هنا وغني هنا واي حته اتكلم فيها وخلاص. كلامي ما كانش حق زي السيف يمشي على رقبه اي حد يبقى ما يتقالش. واللي عنده اعتراض ان تغريد مش غلطانه خلي اعتراضك لنفسك، خلي اعتراضك لنفسك، واي نقد انا بتقبله، اي نقد انا بتقبله، لكن لما يكون نقد بناء، لما تكون حاجه انا غلطان فيها
في بعض الناس بتقول لي انت حصل منك كذا كذا كذا، والله العظيم في ناس بتبعت لي تقول لي ما تبقاش تعمل الصوره المصغره كده علشان بيبقى فيه مصداقيه. اقول لهم حاضر، وفعلا ببقى غلطان، انا فعلا ببقى غلطان وبقول لهم حاضر. ده واحد بينتقدني علشان المصداقيه، عشان ابقى راجل صادق قدام الناس وفعلا غيرت الصوره، مسحتها وغيرتها. فمش عيب لما انا انتقد حد واقول له انت غلطان، او حد ينتقدني يقول لي انت غلطان، عادي مفيش اي مشكله. اي مشكله، كلنا بنغلط، بس اقف. طالما غلطت يبقى تقف وتعترف بغلطك. تغريد حتى الان، تغريد حتى الان لم تعترف باي غلط هي ارتكبته، سواء في حق جوزها او في حق دينها او في حقها او في حق اولادها او في حق ابوها وامها. ابوها وامها اللي هما ما عرفوش يربوها، وابوها اللي عمال يقسم بالله القسم اللي بتهزله عرش الله، بيقسم بالله كده وهي تبص له وتغمز له وتهز له راسها وهو برضه متمادي. ما ابوها، ما ابوها، طالما ابوها كده هيطلع، هتطلع ايه؟ طالما ابوها كده هي هتطلع ايه؟ ما ابو تغريد لو كان متربي وما كانش بيقسم بقسم القسم اللي بيتهزله سبع سماوات وبيتهزله عرش ربنا، لو كان ربى بنته كويس ما كانش طلعت كده. وباتفاقهم واثناء حوارهم اللي فات وهي عماله تهز راسها وهو يقول اقسم بالله وعمال يتلجلج في الكلام مش عارف يتكلم، مش متفقين مع بعض، مش ملمومين، اعصابهم سايبه، اتغير ليه؟ استعطف الجمهور، محدش هيقف جنبك، كل الناس عارفه ان انت مدانه، في حكم صدر ضدك في المحكمه بثلاث سنين سجن. بناء على ايه اصدرت المحكمه القرار ده؟ بناء على الشهود، بناء على المساندات، بناء ان محمد الهادي شافك انت وعبد المنعم متلبسين. بس حقيقي حلو حته الرومانسيه بتاعتك دي اللي كانت في الفيديو الاخير. ولحد هنا طبعا وصلنا لنهايه حلقه النهارده، اتمنى ان يكون الفيديو عجب حضراتكم. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو انت مش مشترك، لو انت مشترك ما تنساش تفعل الجرس. وانا اسف جدا على العصبيه، وانا اسف جدا على الصوت العالي. انتظرنا في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.